بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العلي العظيم. رددوا أخوة. أيها الخريجون رددوا القسم ورائي. أقسم بالله العلي العظيم أن أكون مخلصا ووفيا لأداء واجباتي أزاء عقيدتي وشعبي وقوميتي وتربوية. بما يخدم أبناء شعبي ووطني. والله على ما أقول شهيد. جاءت فترة توزيع الهدايا، هدايا وحفلة التخرج للعام الماضي الأقسام العلمية، الأوائل على الأقسام العلمية. الطالب محمد فالح الطالبة كوثر نجيب مصطفى زيني المتفوقة الثالثة من هندسة تقنيات الحاسوب. الطلبة الأوائل على الأقسام الإنسانية للعام القرآنية واللغوية. الطالبة آمال إبراهيم حسين المتفوقة الثانية من قسم الدراسات القرآنية واللغوية. الثالثة من قسم الفكر الإسلامي والعقيدة. هدايا سماحة السيد صدام خالد من قسم هندسة تقنيات الحاسوب. شكرا لسماحة السيد. الطالب مسلم حمد المتفوق الثالث. شكرا للسيد العميد عبد الحسن السيناوي. الأسئلة والدولية. الطالب ياسر رياض عبد الصاحب الثالث على قسم العلوم السياسية والدولية. شكرا للسيد قائد شرطة محافظة النجف. هدايا الدكتور عز الدين علي خان المدني المشرف على الجامعة الإسلامية من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الأوائل. الطالب الأول على الجامعة الإسلامية. شكرا للدكتور عز الدين. الطالب محمد فالح كاظم قسم هندسة تقنيات الحاسوب. الطالبة كوثر مجيد مصطفى زيني الثالثة قسم هندسة تقنيات الحاسوب. الطلبة الثلاثة الأوائل من الدراسات الإنسانية. الطالبة فردوس هاشم أحمد قسم الدراسات القرآنية واللغوية. المتفوقة الثانية آمال إبراهيم حسين قسم الدراسات القرآنية واللغوية. المتفوقة الثالثة سندس معين حسين قسم الفكر الإسلامي والعقيدة. شكرا للدكتور صاحب البغدادي معاون رئيس جامعة الدولية الإسلامية الجامعة. الطلبة الإسلامي والعقيدة. مسلم حمد كريم الطالب الثالث أو المتفوق الثالث من قسم الفكر الإسلامي والعقيدة. ثانيا الأوائل على الأقسام العلمية. الطالب علي جواد عبادة المتفوق الأول من قسم هندسة تقنيات الحاسوب.
الطالب بهاء جميل جمال المتفوق الثاني من قسم هندسة تقنيات الحاسوب، الطالب أحمد حميد عزيز تسليم الطلبة الأوائل على الأقسام لهذا العام هدايا التخرج. قسم القانون، الطالب علي مظلوم عبد الأول على قسم القانون، المتفوق الثاني على قسم القانون علي جاسم نوح عبد الرضا، المتفوق الثالث على قسم القانون محمد عبد الرضا ناصر عبد العرداوي. طلبة الثلاثة الأوائل في قسم العلوم السياسية والدولية، الطالب إحسان كريم شاكر جاسم، الطالب الطالب ياسر رياض عبد الصاحب جعفر المتفوق الثالث على قسم العلوم السياسية والدولية، زهرة عبد العزيز وهاب هادي الدجيلي. شكرا للأستاذ الدكتور غازي زاهد. يتقدم السيد محمد قبنشي مدير مركز الدراسات التخصصية في الإمارة، الطالب الأول ضياء غوي ذهب من قسم الفكر الإسلامي والعقيدة، الطالب الثاني جاسم حسن طعمة حسين من قسم الفكر الإسلامي والعقيدة، الطالب الثالث مسلم حمد كريم نجم الثالث من قسم الفكر الإسلامي والعقيدة، المتفوق الأول في قسم هندسة تقنيات الحاسوب علي جواد عباد حسين قناص، المتفوق الثاني بهاء جميل جمال حسين من قسم هندسة تقنيات الحاسوب، المتفوق الثالث أحمد حميد عزيز عبيد من قسم هندسة تقنيات الحاسوب. قسم القانون، المتفوق الأول علي مظلوم عبد السيادي، المتفوق الثاني من قسم القانون علي جاسم نوح عبد الرضا، المتفوق الثالث محمد عبد الرضا ناصر عبد على قسم القانون. الأوائل على قسم العلوم السياسية والدولية، الطالبة إحسان كريم شاكر جاسم المتفوقة الأولى، المتفوقة الثانية فاطمة حمزة جبار مشهد، المتفوق الثالث ياسر رياض عبد الصاحب جعفر، في قسم الدراسات القرآنية واللغوية المتفوق الأول عصام هادي كاظم حسين السعيدي، المتفوق الثاني مكي رزاق محمد حبيب، المتفوقة الثالثة زهرة عبد العزيز وهاب هادي الدجيلي. شكرا للسيد محمد القبنشي مدير مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي. السيد مدير مؤسسة الصالة الطلبة الأوائل على الأقسام، الطالب ضياء عويد ذهب من قسم الفكر الإسلامي والعقيدة، الطالب علي جواد عبادة من قسم هندسة الحاسوب، الطالب عصام هادي من قسم الدراسات القرآنية واللغوية، الطالب علي مظلوم من قسم القانون، متفوقة الأولى على قسم العلوم الإسلامية إحسان كريم.
هدايا المكتبة المركزية في الجامعة الإسلامية على الطلبة الأوائل. يتقدم الدكتور حسن طاهر ملحم معاون الحميد لتسليمها إلى الأوائل. علي جواد عبادة حسين المتفوق الأول. بهاء جميل جمال حسين المتفوق الثاني. أحمد حميد عزيز عبيد المتفوق الثالث. قسم الفكر الإسلامي والعقيدة الأول ضياء عويد ذهب. الطالب المتفوق الثاني جاسم حسن ضعمة. المتفوق الثالث مسلم حمد كريم. قسم القانون المتفوق الأول علي مظلوم عبد. المتفوق الثاني علي جاسم نوح عبد الرضا. المتفوق الثالث محمد عبد الرضا ناصر. قسم العلوم السياسية والدولية المتفوقة الأولى إحسان كريم شاكر. المتفوقة الثانية فاطمة حمزة جبار. المتفوق الثالث ياسر رياض عبد الصاحب. قسم الدراسات القرآن محمد. المتفوقة الثالثة زهرة عبد العزيز وخاء.